السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. المهم كما كتشوفوا خرجت اليوم انا والوليدات ودرت شويه الجو تعمدان، وقلت علاش لا ما نتفارقش معاكم. جينا لواحد البلاصه اللي خاصه غير بكل ما يتعلق بالطواجن، وكاينه حتى الطنجي، وقلت علاش لا ما نصورش معاكم. كتجيو هنا عند الدار هانتوما، كلشي عندي تبارك الله، السوسيس، الكبده، البروشيت ديال المحمر، الدجاج، القلب، المهم داكشي متنوع، والطواجن كلشي. وكتشويو هنايا، وتقلت هانتوما وليداتكم عائلية، بلاصة عائلية. وقلت علاش لا ما نتشاركش معاكم هاد الأجواء. المهم هانتوما معايا، أنا خديت شوية شوية من الحاجة، شوما ملي غيطيب كلشي غنصور لكم وغتشاركوا معايا هاد اللحظات. خوتي هنايا كاينين الطواجن كما كتشوفوا، داكشي ايفولكي ايفولكي. سير تشوي كما كتشوفوا هنايا الشوايه. كما كتشوفوا المشاهدين هانتوما بلاصه الشوايه، شوفوا داكشي كلشي هديت خاخن. هنايا الطواجن، وليتي مطواجن. هانتوما هاد الطاجين تبارك الله، شوفوا كيفاش داير جديده. المهم هاد البلاصه سميتها حريتي. المشاهدين باقي ما طابش كلشي، المهم اللي طاب هو السوسيس مع الدجاج يطيب، والدجاج انا خديت معاهم بخلان شويه المطيشه، هذا الطاجين جد. وهنايا بطبيعة الحال الشوا كيبغي اتاي، الولاد خداو مناضه وانا ضروري من اتاي. سميت هاد البلاصة راه حريتي، نجمة الجاني، نجمة الجاني اللي كان بغي يشويو وليداتو عائلتو جاو جديدة يجيو لهاد البلاصة، راه كيكون داكشي زوين ونقي. هذا مكان حبابي غناكلو دابا، واحد سخون، هادشي كيبغي تكون سخون.